السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامري. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة لمنفردة، ماشي واحد محطة في يعني في فيديوهات، وهي الغيرة ديال الإناث ديال الأرنب. تصوروا أن الأرنب حتى هو كيغير من بعضياته، يعني منين نشوفوا واحد مربي ديال الأرنب كيقول لك باللي ما عنديش الإنتاج في هذه الأيام. سبحان الله، كاين باختلاط الخصوبة كتقل في واحد الأيام، يعني الإنسان كيقول سمورها واقع لي، ما عرفتش شنو واقع لي. هاد الطريقة هذه يعني كانوا كيتعملوها الناس القدام، يعني واحد جدة يعني الأم ديالي يعني كانت كتدير هاد الطريقة هذه. عندها نقولوا واحد القطيع، في نقولوا ماشي قطيع، يعني واحد ثلاثة النسوات أربعة النسوات وذكر. واحد الوقيته ما كيبقاش يولدوا، سمو كدير كتحاول انها تجيب لهم واحد الانثى اخرى، يعني انثى غريبه من جهه اخرى، ولو انها تسالفها من عند جارتها، ولو تشريها، ممكن انها تشريها كاع. سمو كيوقع ان هاد الاناث ملي كيشموا الريحه ديال شي يعني شي وحده ولدت عندهم بيناتهم، كيشعروا بالغيره. هذه كانت كتقولها لي حنا، يعني جده، في شكل كتقول لي ملي كتجيب وحده وتولد بيناتهم حتى الاخرين كيبقاو يولدوا. شوفوا سبحان الله، هي سميتها غيره، ولكن انا كان يعني الا فسرتها بطريقه يعني على حسب الفهمه ديالي وعلى حسب الخبره ديالي، هما ملي كيشموا ريحه الدم، يعني ملي الام كتفرز هذيك الافرازات ديالها، كيشموا هذيك ريحه الدم، بحال اللي كتنشر لهم واحد النوع من الخصوبه في القفص او في التربيه الارضيه. سمو كيوقع كيوليو حتى هما كيولدوا. سبحان الله، هذه الطريقه هذه يعني راها مجربه، يعني ملي تشوفوا واحد القطيع في واحد الخلل، فيه واحد النوع من الخلل، حاولوا انكم تجيبوا، واخا تشريو واحد الانثى يعني دافعه، ماشي تشريوها وعاد تلقحوا عندكم، لا، حاولوا انكم تجيبوا انثى دافعه. منين تجيبوا انثى دافعه غادي تولد بين هذوك الاناث. سمو غادي يوقع، غادي هي هذوك الاناث غادي تبدا كتولد حتى هي. سبحان الله، شوفوا هذا الموقف هذا، يعني هو غريب، كيبان لك الحيوانات شحال واحد كيعتبر الحيوانات ما كيفهموش، يعني كيقول لك لا، ما يمكنش هذا الموقف اللي كيهضروا عليه هاد الناس القدامى. ولكن كنا متاكدين ان هذا الشيء عن حكم التجربه، يعني حتى انا شي ليامات يعني توقفوا الاناث واحد الشهر ما ولدوش، والشهر الثاني لاحظت عاوتاني كاين اللي ولدوا كاين اللي ما ولدوش، وانا كانوا كيولدوا لي كل شهر. منين يعني سولت، قالت لي الام ديالي، لان يعني جده راها متوفيه رحمها الله، ولكن الام ديالي وصاتني، قالت لي راها كان هات مو كانت كدير، يعني ملي كتشوف القطيع ما بقاش كيولد كانت كتجيب لهم انثى اخرى دافعه وكتولد. انايا مشيت للسوق وشريت واحد الانثى يعني دافعه، يعني اتفقت معها انها تكون دافعه، قلبت درت الجص ديالي، لقيت انها دافعه. منين جبتها سبحان الله ولدت عندي، يعني بقات غير واحد يومين، نهار الثالث ولدت، يعني صافي راه دافعه في الحقيقه، دافعه، انا شريت على اساس انها دافعه، وصدقت مزيان سبحان الله، يعني التربيه ديالها يعني مولاها كان مهلي فيها مزيان، ما كتخافش مريقله، المهم ولدت صافي. من بعد لاحظت ان الامور تقادت بواحد الطريقه يعني مباشره، يعني صافي ولاو كيولدوا كل 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 شهر. انا هذا الشيء كنت ما كنتيقوش، كنقول بلي راه هذا الشيء غير هضره، ولكن سبحان الله راه كاينه واحد النوع ديال البركه، يعني كانوا كيامنوا بها الناس من غير الدوايات وهذا الشيء اللي كنديروه دابا حنايا، يعني داك الشيء المباشر حتى العين مثلا، العين كتقولوا راها سبب غير مباشر، يعني ما يمكنش ان انت يدير الدوايات دير تحصينات وكلش وفي الاخر كيبقاو يموتوا. وعلاش؟ لانك وريتيهم مثلا، دخلت عليهم حد غريب. هذا الشيء كانوا الناس ديال بكري غاديين بالبركه،
انا كنحاول يعني نعطيكم هاد الامور، لان بكري ما كانش هاد الشيء ديال الدوايات وهاد الشيء ديال ما كانت عندهم المناعه. يعني قداش ما عطيتيش لواحد الدوايات، شوفوا غير من الاولاد ديالكم ما كتعطيهمش الدوايات بزاف، كيكتسب واحد المناعه، كيوليو كيقاوموا الامراض. الا جاه الرواح يقدر يقاوموا، جاه الحلاقم يعني التهاب اللوزتين كيقاوم. علاش؟ لان انتيا ما عطيتي خليتيه يتعايش مع المرض. منين يتعايش مع المرض كون واحد النوع ديال العسكر عنده الداخل في الجسم ديالو. كذلك الارانب، راه بكري ما كانوش كيعطيوهم كاع الادويه، ما كانوش يعرفوا شنو هما الادويه، كانوا كيعطيوهم الماكله، ويعني هما كيعطيوهمش يعني بحال حنا كنديروا مثلا بمقاييس موزونه، لا، كانوا كيعطيوهم مساكن الماكله وكانوا صادقين، كانوا كياكلوا منهم والحمد لله. اذا الحلقه ديالنا راها بحال هذه الطريقه، هذه راها غاديه بالبركه، يعني كاين حوايج غاديين بالبركه. كما كاين العين، كاين هذه القضيه، يعني ما خصنا نسترو، كاين خص تكون السترة. كاين هذه القضيه عاوتاني ديال الغيره ديال الاناث، هي كيما كيقولوا الغيره، راهم كيغيروا من بعضياتهم، كيوليو الاولى ما كتكونش كتولد، الا شافت الثانيه كتولد حتى هي كتبقى تولد، سبحان الله. المهم هذه حلقه منفرده، ما دايرها حتى شي واحد، ويمكن تعقبوا عليها، يمكن يعني توافقوني عليها. مرحبا بالتعاليق ديالكم وحتى النقد ديالكم، ماشي مشكل. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، دعمونا بزر الجيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديال ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.